مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج قانون اللعبة على قناة الكويت الرياضية. كلنا نحب نروح البحر وكلنا نمسك الكرة ونلعب على الرمل، لكن نتعرف على هذه اللعبة، اللعبة الشاطئية وكرة القدم اللي تلعب على الشواطئ. عادة ما نشوفها في الألعاب الأولمبية وبطولات العالم، عادة ما نشوف منتخبات أمريكا الجنوبية وأوروبا، لكن هني بالكويت موجودة عندنا وتقدر تروح تحضر وتتابع وتستمتع. تدرون شلون؟ بعد البطاقة التعريفية نتعرف عليها أكثر. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام من بعد البطاقة التعريفية. خلوني أرحب بالحكم الدولي وحكم كرة القدم الشاطئية عبد العزيز أمان. حياك الله عزيز، ويانا في قانون اللعبة. الله يسلمك، نورك وجودكم إن شاء الله. يعني نبي نتعرف، قوانينها وايد تختلف عن كرة القدم العشبية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي الكرة هي قوانينها يعني قريبة حق قوانين كرة القدم الصالات. حلو. فيها اختلاف طبعا في الـ 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 الاداء، لكن تبقى هي كلها نفس كرة القدم، كلها قوانين واحدة، بس ان اللهم ان ما فيها التسلل، لكن في الفاولات، في الاخطاء، في الاجراءات، الملعب والحجم، الكرة والقانون كله نفس الشيء، بس انها تختلف اللي قلت لك داخل الاساسات اللي في اللعبة. شوف شاطئية يعني ركض وتعب فيها. نعم. فيها سلايتات؟ كل شيء فيها سلايتات. سلايت لي الصدر فيه؟ لا لا، عشان بل ارجع العب. لا لا، مو انا احب كذي سلايت. لكن هي اللعبه يعني شامله بكل شيء، يعني فيها لعب كره قدم. حلو. فيها جري، فيها ان باصات، بس هي تعتمد، هي اللعبه لان على الرمل. أيوة. الارضيه ما تعتمد ان تجري فيها كثر ما تلعب فيها مهارات. حلو. الكره الهوائيه. صح. الباصات بالهواء. نعم. لان كثر ما تركض الكره راح تستنزف الطاقه والقوه اللي عندك. نعم. لأن تعتمد على المجهود البدني. هي سلام سليم. أي. مساحة الملعب شنو عزيز؟ عدد اللاعبين شنو يا عزيز؟ طبعا الملعب مساحة الطول من 35 إلى 37. حلو. العرض من 25 إلى 27 عرض الملعب. جميل. الملعب ليش مختلفة هذا ما بين وما بين؟ ما يختلف كثير عن ملعب الصالات. نعم. لكن على حسب المساحات الدولية والمحلية. حلو الكلام. إيه بس طبعًا. هو مسموح لك من 35 إلى 37 اللي هو بالطول. طبعا الملعب ما في خطوط، اللهم خطوط الملعب اللي هي الخارجية. الباقي وهمي. داخل الملعب كله يعتمد خطوط وهمية اللي هي الرايات. كل على الجوانب. أيوة. رايات الركنية. حلو. رايات منطقة الحارس اللي هي 9 متر. حلو. رايات منتصف الملعب. رايات الفريق المنافس اللي هي 9 متر أيضا، والرايات الركنية. حلو. خلنا نعرف رايات الركنية، عرفنا. أي. راية التسعة متر شنو؟ طبعا منطقة الحارس هي احنا نسميها التسعة متر. حلو. اللي هي الحارس يقدر يمسك الكرة فيها في اي مكان من الجهة هذه بالعرض، من من الخط الى الخط. تمام. هذه كلها التسعة متر، هذه تعتبر منطقة حارس المرمى. ممتاز. فأي مكان يقدر، اي مكان تصير فيها عرقلة تعتبر ايضا ركلة جزاء داخل هذا، داخل التسعة متر. جميل. فأنت تعتبر هذه هي كلها نفس ما كرة القدم منطقة ال 18 نسيت و... أيوه. ومنطقة الصالات التسعة متر. حلو حلو. فهذه كلها تعتبر 6 متر، آسف. نعم. فهذه كلها تعتبر هي منطقة حارس المرمى. ممتاز. أيه. بعد في علامات أخرى؟ طبعا العلامة الأخرى هي اللي قلنا منتصف الملعب. اللي هي لما تلعب بداية استئناف اللعب أو بعد كل هدف. حلو. داخل المنطقة التسعة متر. في الدش بشيء ثاني اللي هي الفاولات. نعم. والطريقة الفاولات، إذا في منطقتك الفاولات. إيه؟ يعني هي طبعا كل الفاولات تلعب بدون حائط. ما في حيطة. ما في حيطة. شلون بس أشوت الكرة؟ تشوت دايركت على الجول. دايركت مباشرة. إيه؟ بعيد قريب. إيه بدون حائط. بدون حيطة. دائما واللاعبين يفتحون الملعب. حلو. طبعا إذا هي قلنا في منتصف ملعب الفريق. إيه؟ يصير الحيطة توقف في طريقة الكون نسميها. تمام. اللاعبين كلهم تفتح المرمى يوقفون كون خلف راية الركنية. ممتاز. ما في أحد يوقف. حلو. يعني المرمى مفتوح لك. ماشي. إذا ارتدت من الحارس تعتبر كرة في اللعب. أدري. يردون على طول. أي على طول. أصلا بعد الشوتة يقدرون يدخلون.
حلو حلو. ارتجعت من الحارس دشت جول طلعت اوت، هذه كلها اعتبارات ثانيه. ممتاز ممتاز. اذا الفاول حق الفريق في منطقه الفريق الخصم. المنافس اللاعبين كلهم يوقفون خلف الكره. تمام. ايه حلو. نسميها كذي، يوقفون اللاعبين خلف الكره مع الفريق المهاجم والمدافع كلهم يوقفون خلف الكره. حلو. ونفس الشيء بدون حائط صد ودايركت على المرمى. زين عزيز، كم رمله داخل الملعب؟ هذه كنت كنت الحسبه. هذا صح. نطلع في التقرير على ما نحسب ونرجع. يمكننا تعريف الرياضة بأنها عبارة عن مجهود جسدي أو مهارة، فرياضتنا اليوم مميزة عن باقي الرياضات. كرة الشاطئية تم وضع أول قواعد اللعبة في عام 1947، وسرعان ما تم تطويرها سريعا وبصورة لافتة لأنها قدمت مفهوما جديدا للرياضة والنشاط في الهواء الطلق. ولسهولة ممارستها لكل الأعمار فزادت شعبيتها وانتشارها، كما يعد لاعب البرازيل والولايات المتحدة الأفضل حاليا في العالم. رجعنا من بعد التقرير الخاص في كرة القدم الشاطئة مع الكابتن والحكم الدولي عبد العزيز أمان. عبد العزيز، كم حكم موجود داخل كرة القدم الشاطئة بالملعب؟ نعم طبعا، المباراة تتكون من 4 حكام. حلو. حكمين في الملعب، واحد يمين واحد يسار. برا الملعب؟ داخل الملعب. داخل الملعب. اي قصدي حكام داخل الملعب، قراراتهم واحده. اي قراراتهم يعني انا اصف اقصد على الخطوط الخارجيه. ايوه على الخطوط الخارجيه. تمام. نفس الصالات يعني. اي بس الصلاحيات نفس الصلاحيات. جميل جميل. الحكمين ينذرون، الحكمين يطردون، الحكمين يحسبون اهداف. فنفس الصلاحيات بالضبط. اذا صار اختلاف بالقرار بين الحكم الاول والحكم الثاني، اي القرار يرجع حق الحكم الاول. ممتاز. وحكم إيه؟ الاول هذا متحدد من البدايه. اي لازم انت إيه تروح الملعب انت. جميل. حكم اول انا حكم ثاني. حلو. فلازم يصير تحديث. ليش هذا يعني؟ طبعا ما تصير الا يعني حاله نادره. نعم. ان الحكمين يختلفون بالقرارات، بس القرار واحد. بس اذا صار انه يرجع القرار حق الحكم الاول هو اللي يتحمل المسؤوليه. حلو حلو. حتى لو قرار خطا. جميل. المسؤوليه يتحملها الحكم الاول. في حكم الثالث اللي هو مسؤول عن دكة الاحتياط الفريقين. جميل. اللي الفريق مفتوح التبديل ما بين اللاعبين. خروج ودخول اللاعبين مسموح. عدد اللاعبين داخل الملعب 5 لاعبين منهم حارس المرمى. جميل. عدد اللاعبين الاحتياط 7 لاعبين منهم حارس مرمى بعد. حلو. لازم يكون حارس مرمى. جميل. دخول وخروج اللاعبين بأي وقت بأي لحظة. حلو. بدون لا تتكلم الحكم، بس دخول وخروج اللاعبين من نفس المكان. ممتاز. من دكة الاحتياط. ما ممتاز. يصير واحد يطلع من الجهة الثانية ويدش من الجهة. ممتاز. من نفس المكان. في وقت مستقطع؟ لا ما في. ايه؟ الطرد طرد على طول ولا دقيقتين إيقاف مثلا؟ ايه. طبعا الآن بس خلنا نكمل الحكم الثالث. الحكم الرابع الميقاتي. جميل. هو بداية المباراة الحكم الأول، نهاية المباراة الميقاتي، يعني المباراة هو اللي ينهي المباراة. حلو حلو. مو الحكم اللي داخل الملعب. جميل. الحكم الميقاتي هو اللي ينهي المباراة. جميل. قرارات اللي داخل الملعب. الانذار، الطرد في حالة الانذار والانذار الثاني أو الطرد دايركت. نعم. اللاعب اللي طرد هذا يستبعد من المباراة على طول. حلو. يلعبون دقيقتين ناقصين. جميل. ويدخل واحد من الدكة. يدخل واحد في حالة انتهت الدقيقتين أو دخول هدف. دخول هدف. حلو. على الفريق الناقص. جميل. مو الفريق اللي خسره مثلا. أيوة. انا مطرود مني لاعب واقول جول، لا ما ادخل لاعب. حلو. اكمل بالناقص لاعب. اكمل ناقص. بس اذا دخل فيني جول الفريق الخسران. أيوة. على طول يدخل لاعب حتى لو ما خلصت الدقيقتين. حلو. يدخل لاعب ثاني يكمل. اي بس اللاعب المطرود يغادر الملعب. ممتاز. اي غادر خلاص. اي غادر نهائيا. انطرنا في المباراه الجايه. اي نعم. شكرا عبد العزيز على تواجدك اليوم في قناه اللعبه، شرحك المفصل لكره قدم الشاطئيه. الله يعطيكم العافيه وان شاء الله كفينا ووفينا بالمره. الشكر ايضا موصول لكم مشاهدينا. فعلا لعبه محببه اصبحت عند الكثيرين، الفرق الكويتيه قامت تزيد، المنافسه صارت على اشدها، الاستمتاع موجود، تجهزوا للموسم الجديد، الكل ماخذ وطالع معسكره، لكن العوده اكيد على شواطئ الكويت، منتظرين الدوري والكاس ومنو راح يرفع هذه البطولتين. الوعد يتجدد في حلقه اخرى ورياضه اخرى.